السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على هذا الكويز ديال اتاي اللي منغم. كنقول لكم عيدكم مبروك ان شاء الله باش ما تمنيتو. فهذا الفيديو هذا بغيت نتقاسم معكم فيه مقتطفات يعني صغرى ماشي كبرى، الكبرى غنخليها في الانستغرام ان شاء الله. غنخلي لكم صندوق الوصف اللي صراحة غادي نوريكم بزاف ديال الحويجات اللي ما غادي تشوفوهم هنايا، غنخليها لكم كيف ما شفتو يعني مقتطفات نيت هما على اي كيف ما شفتو. هذا هو الفطور اللي حضرت نهار العيد، هذاك الشيء يعني بسيط وسهل وعاطي العين الحمد لله. منه بغيريرات بالكناش صراحه كيجي راقي ومذاق واعر، غنخلي لكم في صندوق الوصف راه سبق لي وحضرته. وكذلك البلاطو ديال الحلوى كيف ما شفتوا، غادي نحضروا لكم شي جوج شكيلات ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله. صراحه كيجي زويون. اما باقي الشكيلات راه يعني سبق لي وانني حضرت معكم يعني حلويات ديال اللوز، كذلك غنخلي لكم صندوق الوصف. والبريوش اللي هو متداول عندي صراحه اللي عزيز عليا كيعجبني اللي هو خفيف ظريف دغيا كيوجد صافي. وهذا هو الحولي اللي اولا الخروف اللي صراحه عيدنا به، صراحه واحد القبيح منه ما كان وما انتم عارفيني ما الخرفان ما نقول لكمش عشق طويل جدا. فكيف قلت لكم في الانستغرام غنخلي لكم المقتطفات الكبرى اللي صراحه ما قدرتش انني ندوزهم هنايا، غادي نوريكم كل شيء. غنخليه لكم كيف قلت لكم في صندوق الوصف وغادي تشوفوا المعاناه الكبيره اللي دوزت انا وهذا الحولي هذا صراحه، واخا عزيز عليا ما قدرتش صراحه من هذا، ولكن اش نقول لكم لا اله الا الله. وكيف شفتوا هنايا من بعد ما دازت الذبيحه ودازت كل شيء يعني راكم عارفين الشوا، هنا وصلنا للوقت ديال المصيرنات اللي صراحه هاد ليطاب هادي مهمه وانتم عارفين يعني تقريبا الكل كيعرف كيفاش كيغسل المصيرنات، الملحه وشي يعني شبيكه وما كاين غير حك صراحه باش كيخرج كاع ديك العصاره اللي هي يعني من المصارن وكيتنقاو مزيان يعني غير الملحه، وكنبقاو نحكوه بحال هكا حتى كيخرج منه هذاك السائل كيف ما شفتو، وكنغسلوهم عاوتاني بالماء باش كندوزو ليطاب ديال الضفيره وبالنسبه ليطاب ديال الضفيره صراحه دوزت ستاج لختي كيف ما شفتو هنايا راه اختي اللي كتضفر المصيرنات مسكينه، واخا الرائحه كانت شويه ماشي تالي، ولكن صبرات مسكينه صبرات على هذا الشيء. وصراحه يعني درت ريزولطا لي زويونه وتعلمات وعرفت كيفاش تضفر كيف ما شفتو. صراحه تحياتي لك حبيبه ديالي، الله يحفظك الله يحفظك ليا يا ربي. وصافي مهم هنايا غسلنا يعني كيف ما شفتو غسلنا المصيرنات وضفرناهم. غادي نوريكم السر الخطير التنقيه ديال الكرشه، برودوي واحد غادي يهنيك من يعني جميع ديال الحوايج اللي تقدري انك ديريهم، اللي هي الخميره ديال الحلويات اللي هي بيكين باودر. هاد الخميره هادي غادي نستعملها في التنقيه ديال الكرشه يعني بلا ما نحتاج الموس بتاتا، وانتم غتشوفوا كل شيء على عينيكم. كيف ما شفتوا قلبت الكرشه خليتها على داك البلاصه اللي هي سوداء اللي هي ضروري كتنقى، هذاك كيتسمى غير وسخ صراحه، خصها تنقى وتخرج بيضة صافي. كيف ما شفتوا درت الماء مغلي مزيان، ضفتو على داك البيكين باودر وغادي نضيفو فقط غير في الوسط، وغادي نكب عليه الماء اللي هو طايب بزاف من يعني من البوطه اللي ها هي، وغادي نخليها ما غاديش نعمرو كامل يعني داك البانيو كامل، لا غنخليه غير ديك لابارتي البارتيه الوسطانيه اللي غادي تعمر بالماء. غادي نخليها واحد 5 دقائق ولا غير 3 دقائق، وغادي نحيد منها داك الماء، وغادي نشد عاوتاني داك الماء مغلي مزيان، وغادي نضيفو عليها كامل ما غتكملش دقيقه حتى غادي تخرج لكم بهذه الطريقه هذه يعني
بهذا الشكل اللي كنقيه غير بيديا، يعني ولو ما عرفت شنو يطرى غتنقى غتنقى وسهله، يعني حتى البلاصه اللي هي قاصحه دغيا كتحيد صافي. هنا ما غادي تقولوش ليا لا راه برودوي شيميك كدا، لا لا لا، حنا ما استعملناهاش من برا، استعملنا غير الداخل، هذاك الوسخ هو اللي كيشد او اللي كيابسورفي داك الخميره ديالها باش كتحيد ديك الجلده. كيف ما سبق لي وقلت لكم الجير، الجير حتى هو انني استعملته وشفته وراه وريته ليكم كيفاش نقينا به داك العام الكرشه. كيف ما شفتوا هذه هي الكرشه نقيه، وهذه هي لابارتي اللي بغيت نوريكم. كيف ما شفتوا هنايا الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نوريكم جوج شكيلات ديال صابلي. صراحه الصابلي اللي كيجي غزال ما كيتنفخش بتاتا، يعني ولو شي غير طريطيقه ديال النفخ ما كايناش. صافي هنا كيف ما شفتوا غادي نوري لكم هاد لي زيتاب كاملين باش ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نوريكم المقادير ونوريكم طريقه التحضير، وعاوتاني يعني صابلي مغاير تماما على الصابليات اللي سبق ليا وحضرته معكم، لا في المقادير ولا كذلك في التحضير ديالو، اللي هو صابلي زويون يعني عاطي العين وسهل، ماشي ما كيشدش اليد بتاتا. صافي هنا من بعد ما طاب لي الصابلي كيف ما شفتوا، يعني ما كايناش حتى برقيعه ديال النفاخ في الصابلي. هذا هو السر صراحه، غنخليه لكم في الفيديو الجاي سر باش ينجح معكم الصابلي. كيف ما شفتوا هذا الشوكولا اللي درت معاه لي فخوي، صراحه واحد المذاق رائع صراحه، اللي ذاقو كيعجبو الحمد لله. وهذا العزيوه ديالي تا هو كيشتو، هو مقرمش صراحه، اقسم بالله كنحلف لكم بالله الى الكاطو مقرمش وما قاصحش بتاتا. مهم هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، هذا كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دوزوا عندي الانستغرام اللي غادي نوريكم فيه كلش المقتطفات اللي هي زوينه وغادي تعجبكم اكيد فطامات. كنتمنى يا ربي يكون هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وغادي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع حلويات لمياء. الى اللقاء.